تقول ما حكم الزيادة على الصاع في زكاة الفطر على أفراد الأسرة؟ هل لا بد من عدد أفراد الأسرة فقط ولا تجوز الزيادة عنهم أم لا؟ لا بد من إخراج صاع عن كل فرد، هذا واجب لا بد منه، وهو 3 كيلو عن كل فرد. وأما الزيادة فلا بأس بها، زيادة خير. إذا زاد عن الصاع عن كل فرد هذا زيادة خير وصدقة. نعم.